الاساسيه بينقسم الى خمس اقسام، اللي هي الطرق والسك الحديد والمواني الجويه والمواني البحريه والباور سبلاي او الكهرباء. فلو بصينا في الخمس اعمده او الخمس بنود اللي هم خاصين بالبنيه الاساسيه عشان تشوفي القفزه جت فين، هتلاقي الخمسه فيهم القفزات. حتى السك الحديد، يعني السك الحديد كنا في ال 78 سنه 2014، النهارده احنا في المركز ال 50. وعلى الرغم ان لسه المشاريع اللي ابتدت سنه 2017 ما خلصتش، يعني لسه في مشاريع اللي هي التطوير اللي بيحصل في السكه الحديد والربط الكهرباء اللي بيحصل في السكه الحديد ومشروع ال ار تي اللي هيخلص في نهايه نهايه السنه دي، والمونوريال اللي هو ان شاء الله يعني هيخدم الشيخ زايد، منطقه من وسط البلد ومنطقه وسط البلد للعاصمه الاداريه. كل الكلام ده هيزود، انا متوقع ان هنلاقي طفره رهيبه في تصنيف الكواليتي اوف ريلز ان شاء الله باذن الله، او السكة الحديد إن شاء الله على نهاية 2021 بداية 2022. والهدف من المؤتمر إن نبرز الإنجازات والتحديات اللي حصلت في الفترة اللي هي ما بعد الثورة. في الحقيقة أنا لو تكلمت بصفة وخبرتي، كنت في مجال المياه الشرب والصرف الصحي، لو اتكلمت على المية هقول إن احنا عملنا تحديات كبيرة جداً. يمكن من 7 سنين سنة 2013 كان كمية إنتاج المية للشرب كانت حوالي 15 مليون متر مكعب في اليوم. النهاردة وصلنا لفوق من 35 مليون متر مكعب في اليوم. فده إنجاز في 7 سنين قد يكون أضعاف اللي تم قبل كده. في الحقيقة برضو في مجال لو اتكلمنا برضو في مجال المياه، ان احنا عملية نظرة مياه النيل مش نتيجة ان حصتنا من مياه النيل قلت ولا لا، احنا كنا بنجابي شح مائي، فكان لازم يبقى عندنا تحديات ومصادر نتخطى عقبة مياه النيل، ان احنا نلجأ للأبار، نلجأ لتحلية مياه البحر. والحقيقة دي توسعنا فيها، ويمكن عملنا نشاط كبير جدا وعملنا محطات على محافظات السواحل. يمكن غالبية محافظات السواحل النهاردة ما عادتش بتاخد مياه النيل. احنا مثلا لو هنتكلم مثلا على العشوائيات، طبعا كان في منها كتير بدأ يتعمل له زي إعادة تأهيل، إحلال وتجديد بمعنى أصح، زي مثلث مزبيرو والعمل اللي بيتم فيه دلوقتي، زي تل العقارب، زي بشائر الخير، زي بطن بقر، زي أماكن كتير. يعني ده بالنسبة للعشوائيات. بالنسبة طبعا للطرق والكباري، احنا يعتبر كل شهر بنفتتح محور جديد وكباري جديدة. بس صدقيني يعني بالنسبة للإنجازات اللي احنا عايزين نقولها في 2021، لا احنا كل شهر بنعمل حاجة جديدة. وفعلا هو دي السنة الأولى لبداية الحصاد بتاع الخمس سنين اللي فاتوا.